أنا دعني أكد على حقيقة هامة جدا، أن نادي المريخ لم يدع للتعاقد مع عصام الحضري، بل عصام الحضري هو الذي سعى للتعاقد مع المريخ. هذا الكرة بالسودان إذا كان هو يريد أن يسلك طريق الفيفا ففيفا تعرفه جيدا، ونحن نعرف طريق الفيفا ونعرف طريق المحامين. إذا هو عين محامي من فرنسا ولا من سويسرا نحن قادرين على أن نعين، ونادي المريخ قادر على أن يعين محامين من المجموعة الأوروبية. أعتقد أن هذا الأمر أخذ من المريخ وإدارته وأجهزته الفنية أكثر من اللازم. نحن بالنسبة لنا نقوم أولا على عمق العلاقة بين الشعبين السودانيين، طبعا طبعا، التي لا نريد أن يؤثر فيها أي شيء كائن مهما كان، استحالة. أن نؤكد على أن المريخ حرس مرماه عظام وحقق معه الأسطورة المعروفة لديكم جميعا حامد سليمة. تفضل. نحن بالنسبة لنا في المريخ حنترك هذا اللاعب إلى أن ينقضي تعاقده مع المريخ بعد 3 أعوام، ولن تتأثر مسيرة المريخ، ليستمر المريخ بحارس واحد ليكمل الدوري والكاس، ولن تتأثر مسيرة المريخ بإذن الله. إذا كان الشيحة يعني بكل خبراته بتعاقدات اللاعبين يظن هذا الأمر ممكن، فأعتقد أن هذا يعني عشان يفيد الجنة. مش هتتصل بعصام او اي حد من عندك يتصل يقول له تعالى؟ ابدا لا يحدث هذا الضغط حتى ولو حارس مرمى النادي احد اللاعبين. إذا كان الشيحة يعني بكل خبراته بتعاقدات اللاعبين يظن هذا الأمر ممكن، فأعتقد أن هذا يعني عشان يفيد الجنة. حضرتك مش هتتصل بعصام او اي حد من عندك يتصل يقول له تعالى؟ ابدا لا يحدث هذا الضغط حتى ولو حارس مرمى النادي احد اللاعبين.
اذا كان شيحة يعني بكل خبراته في تعاقدات اللاعبين يظن هذا الامر ممكن، فاعتقد ان هذا يعني عشان ابليس الجنة يعني.